تسلمت مملكه البحرين رئاسه منظمه التعاون الرقمي في دورتها الحاليه 2023 وذلك باجماع كافه الدول الاعضاء في اجتماع الجمعيه العموميه للمنظمه والذي اقيم في العاصمه السعوديه الرياض بمشاركه اصحاب المعالي والسعاده وزراء الاتصالات للدول الاعضاء. نعم وتعتبر مملكه البحرين من الدول الخمس الاوائل المشاركه في المنظمه الى جانب كل من المملكه العربيه السعوديه والكويت والاردن وباكستان. وقد تم خلال اجتماع الجمعيه العموميه للمنظمه اطلاق حزمه من المبادرات والبرامج التي تهدف الى تجسير الفجوه الاقتصاديه الرقميه وضمان استفاده الدول الاعضاء من الفرص المتاحه في الاقتصاد الرقمي الى جانب تعزيز جوانب التعاون والشراكه مع القطاع الخاص ومختلف المؤسسات بهدف مواجهه التحديات الاقتصاديه